سفيان سامي صحفي بإذاعة أصوات خريج المعهد العالي للصحافة والإعلام في 2012. الحمد لله دابا 5 سنوات بإذاعة أصوات، واحد من الإعلاميين الشباب، مقدم نشرات أخبار ومنشط في نفس الوقت. كنعد وكنوجد مجموعة من البرامج داخل إذاعة أصوات اللي من خلال مجموعة من الناس كيتابعونا على هذا المنبر الإعلامي الخاص بالمغرب. فكرة نهار الأول كيفاش اختاريت ندخل لعالم الإعلام والصحافة؟ هي صراحة موهبة منذ الصغر، كما كيعرف الجميع كنت مولوع جدا بمختلف البرامج الإذاعية والتلفزية والمنشطين المقدمين البرامج، دائما كنت كنحاول أنني نكون واحد بحالهم. والحمد لله مع الدراسة تاعي كملنا الدراسة، سالينا اختارينا أن نشقوا طريقنا وحاولنا أننا نتكونوا في هذا المجال، ما ندخلوش لهذا المجال عادة وإنما نمشيو نديرو تكوين باش نعرفوا كيفاش تكون إعلامي متكون، يعني باش تكون إعلامي بمعنى الكلمة. مشينا للمعهد العالي للصحافة والإعلام، 3 سنوات بالمعهد العالي للصحافة والإعلام، تلقينا تكوين على يد مجموعة من الأساتذة صراحة اللي هما في الميدان اليوم، وأسماء كبيرة واستفدنا التجربة تاعهم خلال هاد 3 سنوات. بعد 3 سنوات وفي نفس هذيك السنوات من 2009 ل 2012، يعني دخلت مجموعة تاع التدريب صحفية سواء في الميدان أو من عدد من المنابر، سواء الصحافة المكتوبة أو إذاعية أو التلفزية. بعد ذلك تم اختيار ديالي في إذاعة أصوات في 2012، شهر 1 2012، من ثم بدأ المسار الإعلامي ديال سفيان سامي. دابا على أصوات، شاركوا معنا في مسابقة توب كونو على راديو أصوات، معكم سفيان سميع وضيف المفاجأة اللي حضرنا لكم هذا الأسبوع، ضيف من ضيوف الحماق مستشفى متنقل بهذا العبارة. ضيفنا ضيفكم اليوم كان قراي، كان كيجيب 10/10 في مادة الكونجيغيزون. الجوع جات من لو فيرب جوعيزي، سفيان سميع. الجمهور اللي ما كيعرف سفيان سميع، الأكيد أن الناس اللي كيسمعوني كيعرفوني بتقويضة الراء، لكن من خلال مجموعة البرامج كيكتشفوا سفيان سميع خلال برنامج توب كونو اللي هو برنامج أسبوعي كيتبت على إذاعة أصوات من 2/4 ويوم الأحد سبت 2/4. كنصادف فيه مجموعة من الضيوف سواء في الفن، خصوصا الكوميديين الشباب الصاعدين اللي كنحاولوا نقدموا معهم واحد الجو ممتع داخل البرنامج. ما كتعرف نهاية الأسبوع كيبغي الواحد يسوس العيد ديال التمارة والأسبوع، كيحاول خاص برنامج ترفيهي تنشيطي تاع المسابقات وتثقيفي في نفس الوقت، يعني كتجمعوا فيه أسئلة ثقافية، أسئلة منوعات مع باقة موسيقية مختلفة، مع الإضافة تاع الضيف اللي كيحضر معنا فيها. لهذا كتكون واحد توليفة جميلة بزاف خلال الساعتين اللي كنقدموا خلال المستمع مجموعة من الحويجات اللي كيستافد وكيضحك وكينشط وكلشي بخير. بالإضافة إلى أنه كنشتغل في قسم أخبار كذلك، كنقدم مجموعة من النشرات الإخبارية، كنقدم كذلك مواد صحفية سواء في الروبورتاج أو التقارير، بالإضافة إلى برنامج آخر اللي هو يومي مع زميل الإعلامي المتعلق اللي كنبغي نحيي من هذا المنبر ديال هبة بخيس، رشيد الإدريسي، اللي كنقدم معه برنامج صباح جديد مع رشيد اللي كيبدا من 6 الصباح حتى 9. كنظن فيقوم غابة أحسن فياق صباح جديد دائما كيكون جديد. هنا كيكون واحد الخوفي الآخر ديال سفيان سامي اللي كتكتشفوه، كنلعب واحد الغول ديال واحد إعلامي اللي خفيف الظل ومشغل في نفس الوقت، اللي كيخلق مشاكل رشيد الإدريسي وزميلتنا الإعلامية كذلك فاطمة الزهراء الكسيري وفي البرنامج. مرحبا يا لا 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 لا
بشكل اخر. من بعد كاين نشرة اخبار اللي كنحاول دائما نقدم خلال الاخبار، وفاش كيحتاجونا قسم اخبار كنكونوا موجودين، كنرجعوا لكاسكاد ديال الصحافي، كنبداو التقارير الاخباريه صحافي، ومن بعد عاوتاني كيجيو برامج تنشيطيه اللي كنكونوا حاضرين فيهم عاوتاني لكاسكاد ديال المنشط. اذا هذا بخلاصه المسار ديال سفيان سميع، وانا ما كنعرفش سفيان سميع لهذا بريس. كنشكركم بزاف بزاف، وكنتمنى لكم انكم المزيد من التعلق كموقع رائد صراحه، واللي بصم على الاسم ديالو خلال هذه السنوات الاخيره ضمن التركيبه الاعلاميه هنا كاينه في المغرب، خصوصا مع كاين التنافسيه في المواقع الاخباريه اللي كاينه في المغرب. اليوم هذا بريس بصراحه بشهاده الجامعه وبشهاده كاعلاميين رسمت المكانه ديالها وسط مجموعه من المواقع الاخباريه اليوم في المغرب. الصعوبات اللي ممكن انه يتعرض لها اي صحفي او اي مشروع صحفي بغى مستقبلا انه يكون صحفي، كاين مجموعه ديال الصعوبات اللي كتقسم مجموعه من الاقسام. اولا كاين صعوبات تقنيه اللي ممكن يتعرض لها اي صحفي، مثلا كيكون عندك ماتريال ديال التسجيل، كاميرا تاعك او ميكروفون اللي يقدر اي حتى اخر لحظه اللي ما كنتيش واعي به مزيان وما كنتيش مراقبه بواحد الشكل دوري، ممكن انك تجيك حتى الاخر واحد الانترفيو اللي هي مهمه ويمشي لك الصوت ويمشي لك يوقع لك مشاكل تقنيه. كاين مجموعه صعوبات اخرى كتعلق بالمسائل القانونيه، مثلا كتمشي دير تغطيه لواحد الحدث مهم وفي نفس الوقت كتعرض الا ما كانش عندك بطاقه، ما عندكش مسائل التقنيه ديالك. ثالث حاجه من الصعوبات انك خاصك دير الاعداد الجيد قبل ما تمشي دير التغطيه لواحد التظاهره او واحد الحدث مهم، خاصك دير الاعداد الجيد. هذا الاعداد الجيد كيكمل في خوبيراج اللي خاصك تتصل وتقاد امورك مزيان، لحقاش منك غادي لواحد المنطقه باش دير لها التغطيه غتقدر تتفاجئ مجموعه من الصعوبات، زيد على صعوبات اخرى اللي كتفاجئك كل مناسبه. كاين صعوبات تاع المحاور اللي غادي تحاوره، حتى هو يقدر مثلا ما يتقبلش بعض الاسئله ويقدر انه يستفزك حتى كصحفي، لهذا خاصك دائما تعرف هاد الاشياء المحيطه بك كامله ومجموعه من الاطراف المتداخله في الموضوع اللي غادي تشتغل عليه او التظاهره اللي غادي تقوم بالتغطيه ديالها. وكاين بزاف العديد من الصعوبات، كاين الارهاق اليومي، ممكن الصحفي انه يخدم 24 ساعه والزملاء الاعلاميين راه عارفين هذه المساله هذه. مثلا مشيتي تقوم بتغطيه واحد الحدث، هذاك الحدث كيكون بعض الخطرات عنده علاقه ب خصو يكمل هذاك الحدث، خصو يكمل مثلا جمع عام مثلا في المجال الرياضي او انتخابات او نتائج اشياء خصك تعرف عليها، لانه كاين بزاف ديال الحوجات اللي كيتعلقوا بسوايع كثيره كثيره ديال الاعداد، بسوايع كثيره ديال التسجيل، عاد خصك تجي ودير عمليه التفريغ وتسجل وتكتب. وكنتي في المجال الاذاعي خصك تسجل صوتك، كنتي في المجال التلفازي خصك تمونطي الصوره وتسجل كذلك صوتك، اما كنتي في مجال الصحافه المكتوبه والصحافه الالكترونيه راه خصك خلاص خصك من العين ما كانت تنقل الحدث بسرعه، لحقاش التنافسيه دابا اليوم وتعدد الوسائط ديال الاعلام وزيد مواقع التواصل الاجتماعي اللي ساهمت حتى هي انه ولات كتنقل الخبر، ولا اي مواطن اخر ينقل الخبر في مكانك. اذا هنا اليوم الصحفي يعني خصو يبذل مجهود اكبر من المواطن العادي باش يوصل المعلومه الصحيحه وتكون عنده واحد المصداقيه كثيره 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 بزاف. كاين بزاف ديال الصعوبات، بزاف ديال الصعوبات حتى كتدخلوا الميدان عاد كتكتشفوهم. سفيان الصحافي، سفيان العادي بعيدا عن الصحافه، كأي مواطن كنعيشوا حياتنا اليوميه مع العائله مع الاسره، الحمد لله باقي عازب، ما عندي لا زواج، ما عندي لا زوجه لا اولاد لا حتى حاجه الحمد لله. هذا واحد المأمورية اللي كتساهم في العمل تاعي وكتساهم في بعض النجاحات في العمل ديالي كصحافي، لحقاش باقي يعني عازب، ما عندكش واحد المسؤوليه اللي غتخليك انك تربطك شويه بالوقت وتربطك شويه بالعائله، لهذا كتخليك دائما انك تكون شويه حر في التنقل ديالك وخا تعطل
قلب الليل واخا تمشي تغيب على الدار 3 ايام ولا 4 ايام ولا سيمانه ولا شهر في العمل تاعك، هذا ما كيكونش واحد المانع واحد العائق. كنتمنى ان شاء الله ان الزوجه المستقبليه ان تفهم هذه المساله هذه، لحقاش العمل الصحفي صراحه كيطلب منا مجهود كبير كبير. سفيان مواطن عادي كجميع الشباب، كنقضي الاوقات ديالي كامله ملي كننتهي العمل سواء قراو بعض الكتب اللي باقي ما كملتهاش في القرايه، وكندير شويه السباحه. كنتعلم السباحه لحقاش ما كنعرفش نعوم. يلا دخلت كنتعلم السباحه، قلنا نتعلموا نعوموا شويه باش لا قدر الله كنا في البحر ولا شي حاجه نعرفوا نعوموا. وكنحيي الزملاء تاعي اللي كيرافقوني دائما في البيسين، وصراحه هما اللي شجعوني باش ندخل المسبح الاولمبي اللي كان في مركب محمد الخامس الدارفيلا، خالد ارسلان وسي موسى، تحيه لهم من منبر هبه بريس. باقي الاوقات كنقضي مع العائله الاسره العائله، الاعياد والمناسبات اغلبيتهم خلال الثلاث سنوات الاخيره يعني قضيتهم في العمل صراحه. جميع الاعياد قضيتهم في العمل لحقاش كنحاول نخدم، كنقول نستغل الفرصه. العيد غيدوز اي حاجه غدوز، ولكن المستقبل خصنا صراحه الصحافه واخده كامل الوقت ديالي. لحقاش ممكنش تكون في واحد الفترات تقدر تكون مواطن عادي، ولكن دائما كيبقى داك الهاجس ديال الصحافي حاضر، سواء في التنقل ديالك في الشارع سواء جالس في مقهى، دائما كيبقى داك الهاجس الصحافي. يقدر يبان لك واحد زاويه معالجه ديال واحد الغوبورتاج او تقرير، دائما داك الهاجس الصحافي كيكون حاضر في شخصيه سفيان سامي. نصيحتي للشباب، كاع الشباب اللي وهنا، كنبغي نقول لهم واللي كيشوفونا كذلك على منبر هبه بريس، كنبغي نقول لهم انه العمل الجاد والمتابعه والتشبث بالطموح والغايه وتحقيق الهدف والغايه ديالك ونفسيتك تخليك تغلب على كل الصعوبات في مختلف المجالات، سواء في مجال رياضي، في مجال سياسي، في مجال اجتماعي، في مجال مدني، اي مجال كتبغي تحقق فيه ذاتك واصل خدم شغل، ما تسويش نتيجه فوريه وانما الشغل على اعلى اطول مده يوميا باش ان شاء الله تحقق لك الحلم ديالك. الحلم تاعك اي واحد فينا كشاب عنده واحد الحلم، الحلم كما كنعرفوا ماشي حلم صغير، دائما كيكون حلم ومستوى التطلعات ديالنا. لهذا كننصح الشباب انهم يتشبثوا بالحلم ديالهم ويخدموا عليه، ماشي تشبث بالحلم تاعك وتمشي تنعس، لا فيق الصباح خدم عليه. خصو انه 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 خصو ان